ونذهب الآن إلى ماري سالم، نتابع معها طبعا الحركة في الأسواق الخليجية. صباح الخير ماري. صباح الخير سبا. يعني فعلا من بداية الجلسة وقت اللي افتتحت بأسواق الإمارات ونحن عم نجرب نشوف إذا ما زال هناك في أي رابط أو correlation بين الأسواق الخليجية بأدائها مع الأسواق العالمية، وخاصة من بعد التراجعات الجدا قاسية اللي شفناها امبارح بالأسواق الأمريكية. يمكن كان في توقعات أنه نشوف نوع من panic sell-off بقلب الأسواق الخليجية صباح اليوم، إذا بدنا نعتبر أنه بعد في هذه الكوريليشن. بداية الجلسات شفنا بأسواق أبو ظبي تراجعات وصلت لتقريبا 1.8% أو 2% من تراجعات، ولكن هلأ الملفت أنه صار في عنا ارتفاعات تقريبا بحدود 1.7%، وعم يكون في تذبذبات يعني على الارتفاعات مش على التراجعات. يعني رجع قلص الخسائر إذا بدنا نقول سوق أبو ظبي ووصل للارتفاعات. بسوق دبي كانت الخسائر عم توصل ل 2%، في ضغوطات من قطاع ريل استيت ومن البنوك طبيعة الحال، لأنه هن البلو تشيبس وهن الأقوى وزنا بقلب المؤشر، إن كان أعمار ولا أمر MBD ولا الشركات الكبرى يلي موجود بقلب المؤشر، هي اللي كانت على تراجع. ولكن هلا صار في عنا نوع من تقليص لهذه الخسائر، يعني صارت الخسائر اللي عم نحكي فيها على المؤشر تقريبا بحدود 1.2%. عم نشوف حركه، احجام التداول منا احجام كثير كبيره، يعني منا سيل اوف كبير عم بيصير بقلب الاسواق، هي اكثر ريتيل دريفن من قبل المستثمر الفردي. عم بيكون في عنده يمكن قلق بهيدي الفتره، وخاصه انه نحن على نهايه الاسبوع. الاسواق القطريه من ناحيه اخرى اللي افتتحت من قبل ربع ساعه تقريبا على تراجع لهلا تقريبا ب 1%. احجام التداول عم بتكون متفاوته بين الاسهم، بس الملفت انه البلو تشيبس مثلا كيو ام بي كان على ارتفاعات من شوي، يعني ما في ترند معين موجود حاليا صبا بقلب الاسواق نقدر نقول انه هذا هو اللي حيكون اداء اليوم. بالعكس، مش كورليشن انه خلص هيك صار بالاسواق العالميه او الاسواق الاسيويه، طبيعه الحال بدها تصير عندنا باسواق الخليج. في عندنا رابط جدا قوي اللي هو اسعار النفط اللي ما زال تقريبا على مستويات ال 110 دولار، حيضل داعم هذا الموضوع، ولكن حنشوف نوع من القلق طبيعه الحال والخوف من قبل بعض المستثمرين، خاصه انه نحن على نهايه الاسبوع وما حدا بيعرف ممكن انه تخبي الويك اند بالنسبة للأسواق أو حتى الاقتصادات العالمية اللي ممكن تنعكس بعدين على الأسواق الخليجية. ما في شك ماري، لأنه التخوف كان الأسبوع الماضي لما شفنا الهبوط الحاد مثل اليوم، كان أنه يمكن الأجانب عم بيقوموا بعمليات بيع. ذكرتي بأنه البلو تشيبس على ارتفاع اليوم بأغلب الأسواق، هل بتعرف بهذا الشيء أنه دلالة على استمرار الاستثمار المؤسساتي بثقته بالسوق؟ هلا سبا طبيعه الحال الخوف عامل موجود، بس العامل الخوف ما حيأثر على الفورن انستتيوشنال انفسترز تحديدا بهيدي الفتره، لانه في دراسات معينه بيكونوا هن خايضين، او بعدين في ثريشولد معين بيكونوا هن معتبرين انه قادرين يتحملوه. يعني تراجع 1 أو 2% بالمؤشرات مش حيجبر المؤسسات انها هي تفوت بالسيل اوف يلي ممكن انه يفوت فيه المستثمر الفردي، يعني خوف المستثمر الفردي دائما اكبر. فبالتالي ممكن نضلنا شايفين في ثقة بقلب الأسواق بالفترة اللي جاية، ممكن يكون في إعادة وزن أو هيكل بقلب صناديق الاستثمار، ولكن ما بعتقد أنه حنشوف هذا البانيك سيل أوف يلي شهدناه بالأسواق العالمية، وصارت كذا مرة صايرة يعني بالأسواق العالمية وما عم نشهدها بشكل مباشر بقلب الأسواق المحلية. يعني ممكن نشوف تداولات عرضية بقلب الأسواق، ولكن بعد ما شفنا هذا السيل أوف يلي ما تم التعافي منه بعد، لدرجة أنه مؤشر MSCI تبع أسواق الخليج بعده على ارتفاع 27% year to date، بالوقت اللي في عنا تراجع 22% و18% على MSCI World والEmerging Market Indices، إنه هول إجمالا نحن نعتبرهم benchmark ونعتمد عليهم تنعرف الأداء كيف عم بيكون. فالcorrelation بطلت موجودة، الفندمنتلز تبع أسواق الخليج جدا قوية، وهي اللي عم تدعم بالوقت الحالي إنه يضل في صمود مقابل التراجعات تبع الأسواق العالمية. ماري، ماري سالم، شكرا جزيلا لك، بتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونشوفك نهار الأحد إن شاء الله.